كان حتى كان الحبق والسوسان والملك ملك الرحمن. يا سادة يا كرام يا أحبابي، على ما حكاو ناس زمان، هادو ثلاثة ديال الصحاب ما تيتفارقوش، داخلين مجموعين خارجين مجموعين، جالسين مجموعين، عمر الناس ما شافوهم فارقين، حتى من ديورهم بانينهم حدا بعضياتهم، شي كيطل على شي. لكن يا الحباب، الصحاب ثلاثة كانوا نية وفيهم اللهبال، وحتى نسوانهم هبيلات وصحابات. ايوا يا الحباب، الصحاب كانوا ديما تيجلسوا في عتب الدار واحد فيهم، يدي ويجيبوا في الكلام، حتى الواحد النهار داز من حداهم السلطان ومعاه الحرس. كان يا الحباب غادي يطلع الحاجب اللي مرد وشد الفراش، وهو دايز يا سيادي اتلفت لجهة الرجال وسلم عليهم. السلام عليكم أسيادنا. الصحاب جمعوا الوقفة وردوا عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل السلطان طريقه والرجال حالين فمهم فيه كاع ما متيقين. واش عرفتوا شكون هذا؟ واش كل ما يعرفوش هذا راه سلطان البلاد. ياك شتوه بعينكم وسمعتوه بودنيكم، ارمى عليا السلام. اشنا هو السلطان رمى عليا انا السلام؟ ما شفتيش كيف كان كيشوف فيا؟ لا انت لا هو، السلطان قصدني انا. شوفوا القلده والطوله والتجريده، فين تبانوا نتوما؟ اصحابي يا سيادي ابقاو تيتغاوتوا بيناتهم، كل واحد تيقول انا اللي سلم عليا السلطان، حتى الصوت على ولي الدين كيتشايروا وتفارقوا هما غضبانين. شي ما كيشوف شي، دخلوا يا الحباب لديورهم وكل واحد تيعاود لمرتو على مجرى وشي تيلوم فشي. وغير بدا يتماسى الحال، طلعوا يا سيادي نسوانهم للسطح، كان منعاتهم يدي ويجيبوا في الكلام ويتوانسوا مع بعضياتهم قبل ما تأذي العشاء. ولكن هذيك الليلة كل وحدة طلعت للسطح وهي متبوخة، حال فحتى تاخد حق رجلها من الأخرى. وغير يا الحباب بانوا لبعضياتهم فوق سطوحة، حتى بدات كل وحدة ترمي الهضرة للأخرى. أبس الخير أفطيمو، اش خبارك أطامو؟ الحمد لله السعدية، نجمعو كل شي ونقولو الحمد لله. اما فراسكمش، ماشي السلطان سلم على راجلي؟ لا واه راجلك فين تيبان باش يسلم عليه؟ ياك تقلبي عليه بالفتيلة والقنديل وشوف، تشوفي الا شفتيه واقف حدا شي حجرة. راجلي المعطي الطولة والتجريدة شافوا السلطان من بعيد ورمى عليه السلام. لا انتي لا هي، راجلي مسعود تواضع عليه السلطان وسلم عليه، ما شفتيش الهيبة اللي في وجهه ووقفته اللي كيف النخلة؟ السلطان شافو وحشم ومن هيبته احنا راسو سلم عليه. بقات يا سيادي كل وحدة تقول انا اللي السلطان سلم على راجلي، انا اللي راجلي هما وشان، حتى شبكوا في بعضياتهم وكل وحدة نقزات لسطح الاخرى وتريشوا وتعلت الغواتات. الرجالة سمعوا داكشي عطاوها بجرية للسطح وتشدوا حتى هما باليدين، والطايح اكثر من نايد. الجيران سمعوا الغوات خرجوا من ديورهم مصدومين، امال هادو في هاد الليل اش واقع؟ افارقوهما عباد الله، وكواك الروح غطيح. الجيران شي دخل من الباب وشي نقز من السطوحة، حتى وصلوا ليهم وفارقوهم. الخبار يا سيادي وصلت لعسكر السلطان اللي كانوا تيدوروا في المدينة، شدوها بجرية حتى لعندهم، فارقوهم وقدموهم لعند السلطان في هذاك الليل. الله يطول في عمر مولاي، هادو جيران دابزوا بيناتهم وش يضرب شي حتى ما بقى في وجههم ما يتجمع. الله الله الله، امالكم على هاد الحالة؟ النسوان ورجالهم كانوا حالتهم حالة، شي مقموش وشي منتوف وشي مقطع اللي حوايجه وشي مضرب العين، الحاصل كانت حالتهم تشفي العدا.
احنا مولاي ثلاثة ديال الصحاب، كنا جالسين البارح في باب داري، حتى دسي من حدانا وسلمتي عليا. نقولوا سلمتي على واحد فينا. ايها مولاي، وكل واحد فينا تيقول سلمتي عليه. بقينا مني منك مني منك حتى تغاوتنا، وكل واحد مشى لدارو غضبان. قول لينا مولاي، على من رميتي السلام؟ ليا، واش هادي فيها الشك؟ اسكت المعطي، ما كاين اللي سلم عليه السلطان من غيري. اه راهي الا ما سكتوش بجوج غادي نشف عليكم. ايوا واش كتسنى المعطي؟ يلا ورينا حنه يديك. وبداو تيتخاصموا، والسلطان مصدوم كيشوف فيهم. لا 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 لا، هادو تيبانوا ليا هبل. انتوما سكتوا، واش ما حشمتوش؟ ناوين تضربوا في حضره السلطان؟ راهي الا ما سكتوش غادي نامر الحرس يهبطوكم للحبس. لا 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 مولاي، لا الحبس لا، ولكن قول لينا الله يطول في عمرك، على من رميتي السلام؟ غادي نجاوبكم الى كل واحد فيكم عاود لي على شي قصه غريبه وقعت ليه. الصحاب شافوا في بعضياتهم وتقدم المعطي. قبل ما تعاود شنو هي خدمتك؟ انا سيدي خياط. ايه هدر هدر دابا هدر. اش غادي نقول لك مولاي؟ انا كريم وتنبغي نضيف الناس، لكن مرتي ما عندها معدن من الضياف، الا شافت الضيف بحال شافت قبض الرواح. كنت كل نهار مولاي تنجيب معايا ضيف للغدا ولا العشاء، غير يجلس الضيف تعيط عليا وتبدا تنكر وتسمع عليا المنقي خيارو. يا الراجل، هاد الفلوس اللي ستخسر على الضياف احنا ولا بيهم؟ اللي شافك خارج داخل بالضيفان يقول هذا مكنف الفلوس، وانت ها جلده. فين هي الجلابه اللي قلت لك خيط ليا؟ واش حنا دابا في الجلابه؟ سيري سيري حطي لينا العشاء. واخا ها هي غادة. وفي يوم من ايامات الله مولاي، كان يوم الجمعه ما تنخدمش فيه، نط في الصباح وقصت السوق جبت الدجاجة والخضرة ديال الكسكسو. هاد الدجاجة ديريها اليوم للغدا ان شاء الله ان شاء الله، ولكن عندك تجيب لي نظيف، هاد الدجاجة ناكلوها غير حنا بجوج، ما بغيت اللي شاركنا فيها. ايوا واخ واخ، خليتها سيدي تنقي الدجاجة وخديت الخبز للفران، وبقيت واقف باب الفران حتى طاب الخبز ورجعت لداري. لقيتها سيدي وجدات الغدا، جلست في البيت حتى غرفت سكسو وجات جلست حدايا شوية وهي ترمي عينيها لجهة الباب. راك نسيتي الباب، نوض سدو. لا انت اللي نسيتيه محلول، انا ملي جيت من الفران كنت هز في يدي الوصلة ديال الخبز، وانت اللي حليتي لي الباب. اذا انت اللي خليتيه محلول، ونوضي نوضي سديه. اشنو؟ اسمعني يا المعطي، بالحلوف لا نزلت هاد النعمه في كرشي حتى تنوض تسد الباب. انا مولاي غضبت من قصو حيط راسها، وحلفت انا لكل ديك النعمه حتى تسد هي الباب. وبقينا هكا جالسين واحد تيشوف الاخر. المعطي عندي الحل. اما هو غادي نسكتو بجوج، واللي نطق فينا الاول ينوض يسد الباب. واخا حتى هذا حل. وبقينا مولاي سادين فامنا تندورو في عينينا وريحة سكسو مدوخة لينا الراس. دازت ساعة وحتى واحد فينا متنحنح، تبعاتها ساعة أخرى وجوج، وجا العاصر وفات وحتى حد منطق. تمس الحال وبدا الظلام يطيح. ناضت مولاي مرتي شعلات القنديل ورجعت جلسات. وحنا على هاد الحال داز من حدانا الطلاب وشاف الباب محلول المحلول والضو شاعل. دق، ما رد عليه حد، كان تيشوف فينا وتيشوف فيه وهو مصدوم. اشي بارك الله يرحم بها الوالدين باش ما سخاكم الله. ما قديناش اسيدي نجاوبوه ونقولوا ليه الله يسهل. الا تحسب على واحد فينا هضره وينوض يسد الباب. والطلاب بقى تيشوف فينا وحنا تنشوفو فيه. ارمى عينو على الطابله لقى خيرات مولانا محطوطه، بقى تيشاور بيديه للطابله. شي القيمة الله يرحم بها الوالدين، النهار كله ما ضقت الزاد. وبقينا سيدي ساكتين. الطلاب قرب للطابلة وهو تيرغب ويزاوق وريحة سكسو عمات ليه العينين.
في الجوع سيدي، غير القيمات القيمات ونمشي بحالتي. وحنا ساكتين وهو تيقرب من الطابلة خطوة بخطوة، وانا تنخرج في عينيا ومرتي بقى ليها شوية وتنزل عليه بالقنديل. ومن العناد اللي فينا حتى حد مهدر، الطلاب شافنا ساكتين قرب للطابلة وخد الطرف ديال الخبز وهو تيقول: خبز طري، هيه طري، شحال هذا ما كليت الخبز طري، الله يعطيكم الخير. شافنا مولاي منهرناه مغوتنا عليه، زاد زعمو مد يديه القصعة ديال سكسو، داق منها شوية وعجباتو، وهو ياكل اللقمة الثانية وعينيه علينا. اللقمة الثالثة قطع جناح ديال الدجاجة، ما خلى فيه غير العظام، داز العنق وهو تيتلدد، وصوت الماكلة في فمو تتسمعو مولاي من باب القصر. وانا مفقوس ومرتي وجهها حمار. اطلع عجبو الحال، ارمى يديه على صدر الدجاجة وقطع منه وعينيه علينا، زاد للطرف الاخر حتى كمل الصدر كله، وداز الفخاد. وما داز سيدي غير لقليل من الوقت حتى الطلاب دار لهاديك القصعة من هنا دزتي، اكلا وتقرع ومسح يديه، اخرج وهو تيدعي لينا بالخير. وحنا مولاي تناكلو جنابنا بالفقصة شوية، وهو يدوز كل من باب الدار شم ريحة الماكلة، ادخل وحنا الله اللي عالم بينا بالخلعة. انزل مولاي على هادوك العظام ديال الدجاجة، ما خلى فيهم فتواتة وحدة، نقز وطلع فوق الطابلة. وانا سيدي الله اللي عالم بيا حتى نت وعطيتو ضربة بعصا ديال الشطابة. الكلب تخلع وقطع وقلب الطابلة باللي فيها وعطاها بجرية خارج من الباب، وانا تابعو بالعصا. مرتي ناضت وقفات وقالت: ايوا من اللي نطي نطي، سد وراك الباب. فرحت مولاي فرحة وما قداتني فرحة، حيت هي هضرات وحنتات حلفتها. نسد الباب الهبيلة، وعلاه شكون اللي هضر انتي ولا انا؟ ايوا سيري 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 سدي الباب وصومي الحنتة ديال الحلفة اللي حلفتي. السلطان يا الحباب ضحك حتى بانو دراسو، اش غادي نقول لك، فوشتي عليا سي المعطي، هبيل تزوج بهبيلة وتهنت المدينة. زيد 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 سيدي عاود لينا تنسى اش وقع ليك. تقدم مسعود وقال: انا مولاي قزار، مرتي تاكل ما تشبع، اللي داز على يديها ما تخلي ليه لاثار، من اللي طيب تاكل نص الماكلة قبل ما تحطها لينا في الطابلة. هلكاتني هلكاتني باللمقة، واخا تعطيها اللي عطيتي ما تشبع. واحد النهار مولاي عيطت على صحابي يتغداو، وانا راجع للدار جبت معايا جوج كرعين وقلت ليها: شدي شدي بسم الله طيبي هاد الكرعين، راني عارض على صحابي اللي غداو ما تحشمينيش معاهم، طيبيهم بجوج. سمعتي؟ بجوج، وعندك تاكلي واحد وتحطي لينا الاخر وتحشميني مع الناس، هاودني منك. مرتي يا سيدي ما عجبتهاش هضرتي وغضبات: مالك جيعان، هياك انت دايما كتجيب لي التقضيه ناقصه، من اللي نطيب تقول لي كليتي نصها، ما حشمتيش اهضر. ايوا ايوا شوف شكون اللي طيب ليك. نط سيدي ترغب ونزاوق فيها تسمح لي لن تحاشم مع الناس. سمحي لي سمحي لي عمار الداري سمحي لي، كنت غير ضاحك معاك. انتي مالكي مالكي خضرة، بغيتك غير تحمري لي وجهي مع الضياف، هذا ما كان. المرأة ناضت مولاي نقات الكرعين ونصباتهم، ومن اللي حضروا صحابي حطات لنا الغدا. وما نعاودش لك مولاي على الصدمة اللي تصدمت، في عوض ما نلقى في الطاجين جوج كرعين لقيت ثلاثة، بان لي العجب وبقيت غير حال فمي وما فهم والو. صبرت مولاي ايه صبرت حتى مشاو صحابي ومشيت عندها. هلكتيني هلكتيني يا هاد المرة هلكتيني، ياك جبت ليك جوج كرعين وهكا كليتي واحد وحطيتي لينا ثلاثة. المرا مولاي شهقت بالبكا وبقات تولول وتغوت: حرام عليك مسعود، خاف من مولاك، راك جبتي ليا ثلاثة د الكرعين طيبتهم لك كيف قلتي ليا. انا غضبت وحلفت حتى نأدبها لكثرة كذوبها واللقمة اللي فيها. بقيت تنغوت ونشير بيديا شوية وانا نطيح على الارض. مرتي غوتات وشدات فراسها شوية وهي تقرب مني، انا قطعت فيا النفس حتى بديت نزرق،
اول مره شافتني هكاك خرجت تبكي وتغوت بالصوت العالي وتعيط على الجيران. عتقو الروح جيراني، عتقو الروح، راجلي مشى ليا. الجيران مولاي جاو تيتجاراو، شافوني في هذيك الحاله قالوا صافي الدم والامانه امانتو. هزوني ودخلوني لواحد البيت وغطاوني وصيفطوا سيدي اللي عيط على والديا وخوتي. ظلت الليل كله وانا في هذاك البيت ومرتي تتبكي وتولول والنسوان تصبر فيها. الغد في الصباح وجدوني يا سيدي للدفين وحطوني على المحمل، وغير وصل الظهر هزوني وتما وغادين بيا للجامع. الناس تجمعات وكل شي تابع الجنازة، وانا على هذاك الحال دازو بيا من حدا حانوت صاحبي المامون. بودني سمعتو تيسول ديال من هاد الجنازة، وقالوا ليه ديال مسعود القزار. الله الراجل الله يجازيه بخير. تبعني هو تيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عاد البارح تلاقيته في باب الحانوت هاز زوج كرعين في يديه. وانا مولاي سمعت هذاك الكلام نط جلست. المامون ياك شفتيني هاز يديه في يديه جوج كرعين. الناس تخلعوا ورموا من يديهم المحمل وجي طايح الارض، وكل شي تيتجارى طايح اكثر من ضيده. مولاي رجعت سيدي لداري انا وصاحبي المامون وشي رجال اخرين، والمرا غير شافتني طاحت الارض سخفانه وما فاقت غير بشق النفس. مسعود انت باقي حي؟ ايه باقي حي، صاحبي المامون شاهد باللي جبت لك جوج كرعين. اسمح لي يا مسعود، اسمح لي، راني كنت مخبيه كراح، قلت نطيبو مع جوج كرعين اللي جبتي وناكلو بوحدي بلا ما نمس الكرعين اللي جبتي. الساعه انت زربتي عليا وما لقيت كي ندير، حطيت لكم الطاجين بلا ما نهز الكره على الاخر. هادي والتوبه، هادي والتوبه مسعود، من اليوم ما بقى المق على ما داز عليا. السلطان يا الحباب اضحك وتعجب من حالهم. ايوا زيدك حتى انت على صاحبك، هبيل تزوج بهبيله وتهنت المدينه، هو اذن صاحبهم الوافي عاود لي حتى هو على قصته. انا مولاي بناي وقعت لي واحد القصه مع نسيبتي. واحد نهار كنت نبني دار واحد من التجار، كان مولاي بخيل جلده، واخا هكا كان تيأدي اللي عليه، تيخرجهم بحال الا تيخرج عينيه من بلاصتهم. كان كل 7 ايام تيعطيني نخلص العمال اللي معايا ونمشي نشري بهذيك البركه المونه وكل ما تيتحتاج. دازت ليام حتى لواحد النهار جلست انا والعمال تنتسناو التاجر يحل علينا ويعطينا رزقنا. عيينا نتسناو حتى دخل وقت العشاء وأذن المؤذن، نضنا صلينا جماعة وجلسنا نتسناو. بقينا ساعة سيدي، اياه ساعة وحنا جالسين والو ما بان ليه لا طار. كنا مولاي مكحطين حتى حد ما عنده عشا ليلة، وانا اللي مسؤول عليهم كلهم. حرت ما عرفت ما ندير، والرجال بداو تينقرو وتعطل علينا بزاف السي الوافي. الغيب حجتو معاه؟ ايه حجتو معاه سيدي، انت عارف الحاله، كي نديرو حتى ندخلو على وليداتنا بيدينا خاوين. اصبروا اصبروا سيادنا، الغيب حجتو معاه. انا مولاي حالتي من حالتهم، حتى درهم ما كيدور وخصني باش نصرف. دازت ساعتين وهو يبان لينا التاجر جاي تيجري. اسمحوا لي سيادنا، اسمحوا لي، الله يرحم بها الوالدين. راه كنت راه اش غنقول لكم اسيادي، راه كنت عرفوا شنو جرى ليا تعذروني. واعطاني يا مولاي الفلوس وفرقتهم على العمال، شدوا الرجال رزقهم وقصدوا ديورهم فرحانين. شديت حتى انا خلصت وقصدت الدار. الطريق كلها وانا تنقلب على شي حانوت محلول وما لقيت حد، التجار كلهم سدوا ما بقى حد حال. ما قديت ندخل على مالين الدار بيديا خاويين. ومن اللي وصلت مرتي بقات تلومني وتهمني باللي انا ما مهليش في داري وليداتي، وباللي الليله غادي يباتوا بالعشاء بسبابي. عاودت ليها شنو وقع ليا مع التاجر، وهي تقول واش تيقاتني الا ما تيقتينيش، شدي لالا الفلوس وسيري شري الماكله للدراري. خلي فلوسك في جيبك، واش عمر شي حد كان حل حانوتو في هاد الساعه؟ ايوا سيري عند الجيران شوفي معاهم يبيعوا لينا شويه ديال الشعير ولا ديال الزرع. ارا ارا
أرى هادوك الفلوس، أرى نمشي نشري البيض من عند جارتي الصافية إلا لقيت عندها. أعطيتها مولاي الفلوس وخرجت، وبعد قليل من الوقت رجعت معها شي بيضات ونص خبزة. سلقات هادوك البيضات وفرقتهم على الدراري مع عضة ديال الخبز. نزلوها مولاي على هذيك البيضة كلاوها فرمشت العين. عطاتني مرتي حتى أنا بيضة وعضة ديال الخبز، شديتها في يدي وبقيت تنشوف فيها ونضحك. وأنا اللي النهار كله خدام تحت الشمس، وتسنيت التاجر بالساعات حتى جا، ومشيت تنقلب على حانوت حال وما لقيتو. وفي آخر النهار أتجي في حقي بيضة وعضة ديال الخبز، هادي ما تكفي حتى دري صغير. وحنا على هاد الحالة سيدي سمعنا الدقان في الباب. أشكون؟ قريب قريب. وغير من صوتها سيدي عرفتها نسيبتي. أخشيت البيضة كلها في فمي، وما بقى لي الوقت حتى باش نمضغها، حتى لقيت مرتي حلات ليها الباب. أنا مولاي بقيت واقف كيف الصنم، والبيضة في فمي. دوزتها مولاي جهة حنكي اليمين وسلمت على نسيبتي. مالك مالك وليدي في حنكك؟ ما عرفت نسيبتي، نعس وفقت حتى لقيت حنكي هكا. المرا بقات كتحقق تشوفها في حنكي وهي تقول هذا دواها وليدي الكويان بالعافية. بلاتي بلاتي يا وليدي، هاد الليلة تبات مهني. ومشات مولاي جبدة قطيب ديال الحديد سخناته في الكانون حتى ولا احمر. هزاته وبقات جاية تتقرب مني. اجي يا وليدي اجي، ما تخافش، زيد راه ما غتحس بوالو. انا تخلعت مولاي وحسبت نقول ليها باللي راه اللي في فمي بيضة وتاخذها ليا وتعرف باللي كذبت عليها. ايوا يا مولاي صبرت وحطات ليا القطيب في حنكي. واش غنقول لك، غوت حتى طاحت البيضة من فمي، رفداتها نسيبتي وكلاتها فرمشت العين. السلطان يا سيادي في هذيك الليله شبع ضحك وما تيجاوبهم غير بهبيل، تزوج بهبيله وتهنت المدينه. لكن الصحاب رجعوا سولوه على من رمى السلام في هذاك النهار. غير تهناو سيادي، انا رميت عليكم السلام كلكم وما قصدت حتى واحد من غير الاخر. وخرجوا الصحاب يا الحباب من القصر، والطريق كلهم هما تيتغنوا وكل واحد تيحلف باللي السلطان هو اللي لمن عليه من غير، هو اللي من عليه السلام من غير الاخرين. ونسواتهم تابعينهم تايتحلفوا في بعضياتهم. وهنا يا الحباب انا سالت قصتي اللي مشات مع الواد وبقيت انا مع الناس الجواد.